السلام، مرحبا بكم الافيونيين. شكرا بزاف على التفاعل ديالكم في الجزء الاول، والسموحات حيت ما كملش الجزء الثاني بالزربه، فهو اللي غيكون في الحلقه ديال اليوم. خليناها في بانغلوس فاش تلاقى بكانديد. غير باش تفهموا الروايه، فولتير راه بغى يوصل لهذوك المتفائلين اللي كيقولوا كل شيء من الخير، راه غير كيتوهموا. هادشي اللي بغى يوصل فولتير، داك العالم الزوين المتكامل راه ما كاينش في الحياه، في العالم اللي حنا فيه، في هذه الحياه هذه ماشي ديما الحياه عادله وفيهاش لا تحرميات، وخاص الانسان يفهم هادشي باش يفيق ويعرف كيفاش يتعامل مع الزمن والمكان اللي عايش فيه. وداك الشيء علاش غيضرب المثال بكونديد. المهم، كانديد سول بانغلوس من بعد ما تلاقى به كيطلب وعرف باللي هو بانغلوس، سولو على اول حاجه اللي هي كونيغوند. سمحوا لي حيت في الحلقه الاولى كنت كنقول كونديغون، ولكن غير مع خطا طبي وصافي. المهم هي سميتها كونيغوند. فكما قلت لكم، كانديد كانت عزيزه عليه ديك كونيغوند حيت كان كيبغيها من القلب. فاول حاجه سول عليها بانغلوس من بعد ما عرفو، قال ليه فين هي ديك الحلوة ديال القصر، فين هي ديك الفرماج، ديك التيتيزة، فين هي مكملة الخالة، أحضرني قلبي، فين هي من القصر وغزلت الغزلان كتسارى فيه، فين عيون البلار وخدود القمر. مهم هادشي ما كاينش في الرواية. كونديد سولو على سول بانغلوس على كونيغوند وقال ليه فين هي ديك زوينة. بانغلوس قال ليه عييت ولدي كونديد. فكونديد داه لواحد الاسطبل، الاسطبل ديال العودان، وداه عطاه طرف ديال الخبز باش يقصيه. من بعد ما كلا بانغلوس وارتاح، قال ليه اوكي كونيغوند مات. كونديد ملي سمع باللي كونيغوند ماتت، فاش قالها لي بانغلوس بحال دخل فيه بشير كبال النيف. فتم كونديد سخف، بانغلوس مسكين طايح، وحداه كونديد سخفان من بعد ما سمع هذا الخبر. فبانغلوس غادي كيزحف حتى لقى واحد شوية ديال الخل بالصدفة، الخل فرشو على كونديد باش يفيق شوية. فاق كونديد، فسولو عاوتاني كونديد، قال ليه ماتت، فين كالزين المسرار، فين كالهمة والشان، فين مشيتي وفين غبتي وعليا. كونديد بقى عاطيها للنواح شوية من بعد ما دخل معاه داك الخبر ديال كونيغوند وتأثر مزيان. فمن بعد قال ليه واش بسبب داكشي اللي وقع في القصر دباها باش ماتت؟ قال ليه بانغلوس لا، البلغار اللي شقوا ليها الكرش هجموا علينا وشقوا ليها الكرش ديالها وهرسوا للبارون الراس ديالو، والبارون هذيك اللي كانت هازه 120 كيلو قطعوها طرف طرف، وخو كونيغوند حتى هو داروا ليه بحال اختو مسكين. بانغلوس مسكين كيعاود على هادشي هذا وكيقول لكونديد باللي القصر هدموه، البلغار هدموا القصر ديال البارون، ما بقى فيه لا بشر ولا حيوان، لا إيوز لا بط لا خرفان لا والو، ما بقى فيه حتى شي حاجه، القصر اللي كان قصر ولا خلا. كونديد عاوتاني غيسخف ملي سمع هذا الخبر، وملي فاق عرف باللي كاين شي سبب اللي خلى بانغلوس يوصل لهاد الحاله هادي، اللي ولات الحاله ديالو بحال حاله الكلاب، نيفو طاير ودنو طايره وجهو كله مخربق. فبدا كونديد تيقمقم تما شويه، بانغلوس قال ليه الحب ابن عمي، الحب داك الشعور الزوين اللي كل شي كيقلب عليه. اي قال ليه كونديد انا عارفو هاد الحب هذا، بسببه خديت بوسه وعشرين ركله وجراو عليا من القصر، 20 ركله بونيس. واش الحب كسبب غيوصلني لهاد الحاله هادي اللي هي حاله يرثى لها لهاد الدرجه؟ دابا كلها كيلغي بلغاه، كونديد كيدوي في جيه وبانغلوس كيدوي في جيه. فبانغلوس غيقول ليه ايه يا ولدي، الوصيفة ديال البارونة، عاقلين على الوصيفة ديال البارونة اللي كانت شافتها كونيغوند مع بانغلوس في الغابة، كانوا كيديروا داك الفيزياء. فهو النيت، هي النيت كان كيدوي ليه عليها بانغلوس، قال ليه دوزت معاها ألد اللحظات، الجنة عشتها ما بين يديها حتى وصلت لجهنم بسببها. باكيت الوصيفة ديال البارونة ديالنا الموقورة جاتها واحد العدوى اللي خداتها من عند واحد العالم رهباني فرانسيسكاني، وهو تعادى به من واحد الشارفة كونتيسا اللي هي تاهي تعادت به من واحد القائد، وهذا القائد تاهو تعادى به من واحد السيدة ماركيزا،
وهاد الماركيزة هادي حتى هي تعادات من واحد الخدام عند الأمير اللي حتى هو تعادى به من واحد الراهب مسيحي، وهذا الراهب مسيحي هاد خينا حتى هو تعادى به من واحد من صحاب كريستوف كولومبوس. فالقضية قدها قداش، يعني السبب وصل النتيجة بحال هادي بواحد الطريقة اللي زعما بغى يبين بانغلوس أن قد ما درتي شي سبب غير رجع لك بنتيجة اللي كتستحق واللي هي في خير العوالم زعما. والسورس الأول ديال هاد العدوى هادي من كريستوف كولومبوس، حيت كان جاب هاد العدوى هادي من جزر أمريكا فاش وصل ليها. فبانغلوس بغى يقلبها زعما كلشي من الخير، فقال ليه وشوف أولدي، كون ما وصلش لتما كريستوف كولومبوس واخا جاتو هاد العدوى، كون ما وصلش لتما ما كان غيوصلنا لا شكلات الأوروبا لا حتى شي حاجة، وما كناش غنكونوا متطورين كما هكذا. كونديد اقتنع دابا وقال ليه هادشي زوين، ولكن خاص تبرع عمي بانغلوس باش ما تموتش لينا. قال ليه بانغلوس كاين دير ولدي، وانا ما عندي حتى ريال باش نمشي لشي سبيطار، وما كاين حتى شي واحد اللي يعاوننا في هاد الدوله هادي اللي حنا فيها. كونديد دابا غياخد القرار وغيمشي يتلح على الرجلين ديال داك المحسن اللي سميتو جاك، كنتو سمعتو به في الحلقة اللي فات، وغيرغبو باش يخلص النفقة للعلاج ديال بانغلوس. جاك المحسن ما غيخيبش الامل لكانديد، غيتكلف باش يشافي بانغلوس وغيشافيه، واخا مشات ليه عين ودن هاد بانغلوس هذا، ولكن كان كيتقن الحساب، كان كيحسب مزيان، كان عنده مع الكونطابيليتي. المهم جاك المحسن خدم هاد بانغلوس هذا كمحاسب ليه، هو اللي كيعرف الشاده والفاده في كل حاجه خرجات وكل حاجه دخلات. من مور شهرين هاد جاك المحسن غيديسيدي انه غيتوجه لليشبونة فوق السفينه ديالو، وبدا كيشرح ليه بانغلوس ان الامور غتتطور من سيء لأسوأ. قال ليه جاك الناس اللي بغاو يكونوا هكذا، الغلط ماشي في الطبيعه، الغلط انهم هما اللي داروا هاد الشيء، ما عطاهمش الله مدافع ولا باش يتقاتلوا بيناتهم، هما اللي صنعوهم وهما اللي بغاو هاد الحرب والقتيلة. جاوبوا بانغلوس الشر ديما كيجي موراه الخير، ديما يعني داك الخير تيجي من مورا الشر، باش يوصلك الخير ضروري انك تدوز من الشر ومن الامور اللي صعيبة باش هكا تكون الامور على ما يرام. فالتشر قال لي زعما راه داخل في هادشي اللي هو من عوالم الخير، هادشي اللي كان كيامن به داك بانغلوس الفلسفه ديالو. واحد شويه وهما غاديين في السفينه وصلوا للمرسى ديال لشبونه، ضربات العاصفه، ديك المرسى ضربات فيها واحد العاصفه قدها قداش، الخدامه ديال جاك مساكن كيموتوا في السفينه، السفينه كدور، العاصفه ضاربه في الاشرعه كلها تقطعات، الناس كتصلي والدعي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. نجاو جا واحد البحار وبغى يستوي على السفينة، فضرب داك جاك المحسن اللي هو القائد الباترون تما واحد ضربة حتى طاحوا بجوج. تخيل معايا دابا انت ضربتي واحد حتى طحتي انت وياه، فهكا دار داك البحار لجاك، البحار طاح على واحد الخشبة حتى قرب للبحر، بدا كيجرو داك جاك في الاخر بكثرت العيا، طاح جاك في البحر وداك البحار طلع للسفينه، يعني تحشات لجاك وما شافش فيه حتى الشوفه، يعني ماشي حتى ما يطلعوا زعما يطلعوا، ما شافش فيه حتى الشوفه داك البحار، خلاه هكا واخا راه جاك عاونو. فكانديد كيشوف دابا في اللحظات الاخيره ديال جاك المحسن اللي حسن ليه واللي دار فيه الخير كيموت وكياكل فيه البحر. كونديد دابا غيبغي يترمى على المحسن اللي حسن ليه، ما غيخليهش بانغلوس، غيقول ليه شتي هاد المرسى هادي ديال لشبونه راه دارت باش يموت فيها جاك، دارت خصيصا ليه لان هادشي كله من الخير. واحد شويه وهاد بانغلوس كيدوي طاح كلشي اللي كان فوق السفينه، الخدامه ديال جاك كلهم طاحوا، كلشي طاح، كلشي مات في البحر، بقاو غير بانغلوس وكونديد وداك البحار. داك البحار ولد الذين غادي بالسفينة حتى وصلوا للشاطئ ديال لشبونة، وكانديد وبانغلوس وصلوا على واحد الخشبة، كانوا فوق واحد الخشبة بقات من السفينة هي علاش وصلوا، فيلا وصلوا في لشبونة ضرب واحد الزلزال، الناس كطيح كل شي كيجري، طايح كتر من نايض، كتر من 30,000 ماتوا في هاد الزلزال هذا. بانغلوس شاف داك البحار كيقلب على الفلوس اللي كاينين في المدينة ديال لشبونة، كيقلب على الجواهر والذهب،
وداك البحار والذين تيقول ضروري ما غلق شي فلوس في هاد المدينه، ضروري غلق شي حاجه. شويه تلاقى بواحد البائعه الهواء وبقى معاها، دوز معاها وبدا تيشرب في النبيد. فبانغلوس قرب ليه هكا، داك الفيلسوف قرب ليه وقال ليه هادشي اللي كدير ماشي هو هذاك. قال ليه البحار، انا بحار، اجي نعاود لك عليا. تولدت في باتيفيا من صغري وانا كنبحر بالسفينه من الصين لامريكا لاوروبا، من نهار حليت عيني وانا غير في هاد الحوايج هادو كنبحر وتسميت بالبحار. وهادشي ماشي غريب، ديما تلقى بحال هادشي في طريقي، دونك ما خصنيش نستسلم، ضروري خصني نلقى شي فلوس في المدينه. بانغلوس غيدور لجيت كانديد غيلقى تجرح في رجليه وعيط على بانغلوس قال ليه جيب لي الروج والزيت. واحد شويه سخف كونديد، بدا تيقول البانغلوس قبل ما يسخف جيب لي الروج والزيت، جيب لي الروج والزيت. فمشى بانغلوس من بعد ما سخف كونديد مشى جاب ليه الماء رشو عليه وفاق، وتمشاو في الانقاض. واخا كونديد رجليه مجروحه تمشاو في الانقاض ولقاو شويه ديال الماكله، بداو كياكلوا 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 حتى شبعوا، وبداو كيعاونوا في دوك الاسر مساكن اللي طاحوا لهم ولادهم ولا خوتهم ولا باواتهم، بداو كيعاونوهم وكيقلبوا لهم على الموتى ديالهم. ودوك الاسر مساكن كيعطيوهم الماكله واخا كان الجو كان كئيب وكان الزلزال، ولكن في نظر بانغلوس وكونديد هذا الشيء افضل ما خص يكون، حيت هذا الشيء في صالحهم بطبيعه الحال، وحيت فلسفتهم كتقول ان كل شيء من الخير وكل شيء واخا كيكون جانب ديال الشر كاين واحد الخير من جهه اخرى، والزلزال كان في المكان المناسب. بالفلسفه ديالهم ديك الساعه ما كانش خاص يضرب الزلزال في شي بلاصه من غير المنطقه اللي هي لي شبونه اللي هما فيها. واحد شويه كونديد وبانغلوس غاديين، جا واحد السيد سمر قصيور قال لبانغلوس باينه فيك كتامن باللي الامور غادا على الاحسن دائما، يعني حتى هو بغى يشوف واش عنده ديك الفلسفه. وفعلا بانغلوس كانت عنده هذه الفلسفه، فقال ليه كون كانت بصح هاد الامور هذه كتمشي على ما يرام وديما غادا الافضل، ما خاصش تكون اخطاء ولا العقاب، العقاب والاخطاء ما خصهمش يكونوا. فقال ليه بانغلوس سمح لي، ولكن الاخطاء حتى هي داخله في الامور اللي كتمشي للافضل واخا الانسان ما مسؤولش عليها. قال ليه السمر وفين هي الحريه في هذا الشيء، ولا ما كتامنش بالحريه حتى هي؟ قال ليه بانغلوس الحريه ديال الانسان حتى هي في اخر المطاف راه داخله في اطار الامور غاديه نحو الخير. البانغلوس كانت عنده واحد الفلسفه حمقى، يعني غير باش نفهمكم، مثلا واحد مشى دار الشر ضرب ولا قتل شي واحد، فهذه من حريته، يعني من حريته انه يقتل، ولكن ماشي خصو يديرها، لان كل شيء كاين حريه ولكن ما خصكش دير شي حوايج اللي يضروا الاخر. فبانغلوس قال لك حتى هاد الحريه ديالو راه داخله من الخير، هادشي اللي كان باغي يقصد. فزعما يقدك خونا اللي تقتل كان غيدير شي حاجه خايبه ولا كان غينوض شي حرب عالميه ولا شي حاجه. من بعد الزلازل اللي ضربات لشبونة واللي بقى فيها غير الربع ديال الناس ديالها، جامعة كومبير ولا كيومبير قررت أنها تحرق الناس، لأن هذه العادة عندهم إلى حرقتي الناس ودرتي احتفال ديال حرق الناس الزلزال غيمشي وما غيبقاش يضرب المدينة، حيت كانوا هكا كيظنوا بلي هكا غيمشي الزلزال. فهاد الجامعة هادي شدوا واحد جوج برتغاليين وشي وحدين كانوا من واحد البلاصة قريبة لهاد المدينة ديال لشبونة سميتها بيسكاي، وداو بانغلوس وكونديد، غير بانغلوس وكونديد اللي داوهم وربطوهم وداروا ليهم واحد الحبل هكا ربطوهم به، وداوهم لواحد الحبس بارد بقاو فيه 8 أيام. هاد الحبس هذا من شحال ما شاف الشمس. من بعد هاد 8 أيام لبسوهم واحد اللباس في شكل داروا ليه واحد الرسومات ديال الشياطين، وداوهم لواحد الموكب فسمعوا شويه ديال الموعظه، ومن موراها سمعوا واحد شويه الموسيقى، واحد الموسيقى زوينه وواحد ترتيل ديال الكنيسه زوين. فدوزوا هذاك النهار في الموكب، شي كيركل فيهم بحال العبيد، شي كيغني، شي كيضرب في الطبال. فداروا هذيك داك الاحتفال، هاد الجامعه ديال كيومبير دار داك الاحتفال باش على وعسى ان يمشي هاد الزلزال هذا.
بانغلوس وكونديد مخشيين في الموكب تاهما وتياكلوا الداق وغاديين. كونديد واخا كان بسيط في التفكير غيتسلل من الموكب وغادي يهرب. واحد شويه غيجمعوا دوك السكان ديال البيسكاي اللي كانوا شدوهم وغيجمعوا دوك جوج البرتغاليين. دوك جوج البرتغاليين هادوك البيسكاي وجوج برتغاليين غيتحرقوا وبانغلوس غيشنقوه. الغد ليه غيضرب واحد الزنزال اللي فرشخ المدينه. كونديد دابا مسكين ما عرف واش يبكي واش يسكت واش يتصدم، خايف عامر دمايات، وبدا تيقول فينك بانغلوس كون كنت حداك فاش كنتي كتشنق، نسولك شنو الخير من هاد الشي، شنو الخير من انك كتشنق، وشنو السبب اللي درتي باش تشنق. اه يا عمي جاك المحسن، واش كان من الخير انك تموت في البحر وانت اطيب وافضل الناس واللي كرمتيني وتهليتي فيا. اه يا كونديغون، واش كان من الخير انك يقتلوك البلغار ويشقوا لك البطن ديالك وانتي كنتي الياقوتة ديال القصر وزينة البنات؟ هذه هي خير العوالم، هذا هو الخير، هذا هو ان كل شيء غادي على ما يرام. وكي دايره العوالم الاخرى الا كان هادو هما العوالم ديال الخير؟ دابا كونديد تخيلوه بحال كيحيد الافكار، بحال لا كان لابس واحد الافكار وحيدهم. غيتخلى على الفلسفه ديال الاستاذ ديالو الفلسفي اللي بانغلوس اللي تشنق، وغادي يتم غادي راجع في حالته في الطريق. وهو راجع في الطريق غتلاقاه واحد الشارفه وغتقول ليه ايه نتايا اجي كون شجاع وتبعني. وغادي يمشي عندها كونديد وغيتبعها. اوكي هنا غنكونوا سالينا الجزء الثاني. شكرا على الاستماع ديالكم، كنتمنى ان يكون الجزء الثاني عجبكم وتكون عجبكم هاد السلسله هادي. شكرا 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 بزاف لكم الافيونين على التفاعل. بيس اند لاف، الى اللقاء. Thank you.